جمال الشيباني شعبان. جمال الآن هناك من بالنسبة للاعتصام هناك من يحاول أن يصافي الماء العكر ويتحدث عن السلبيات أكثر من الإيجابيات. الاعتصام ما سببه؟ لماذا موجودون الآن في ميدان العدالة في مصر؟ بسم الله. الاعتصام أساسا هو إضفاء الشرعية على المجالس المحلية والمجلس الانتقالي، ترسيخ مبدأ الديمقراطية. نحن جدد غيبنا 42 سنة على الديمقراطية، يجب أن نتعلم كيف ننتخب وكيف نضع المسؤولين منتخبين وكيف أن المسؤول يترك هذا المنصب بكل طيب خاطر دون حساسية. نحن نريد أن نرسخ مبدأ الديمقراطية بأن نضع انتخابات ديمقراطية حتى ولو عادت نفس الأشخاص، ولكن الشرعية، إضفاء الشرعية، لا يمكن هذا التهميش. ونحن نلاحظ أن المجالس المحلية والمجلس الانتقالي يعتقدون أنهم قد ورثوا ليبيا من القدافي. هذا المبدأ، هذا الغرسة يجب أن نقوم بإزاحتها. نحن لم نقم، الشعب الليبي لم يتور من أجل إزاحة القدافي وأبنائه، بل لإزاحة نظام القدافي. صحيح أننا تخلصنا من القدافي أولاده، ولكن نظام القدافي لا زال باقي في مؤسساتنا وفي مجالسنا المحلية وفي المجلس الانتقالي. هذا ما نحن لسنا ضد أشخاص، نحن مع مبادئ معينة. مثل ما خرج حاولوا أن يشوهوا ميدان الشجرة في بنغازي وقالوا عنهم أنهم طابو الخامس وأن ميدان الجزائر أنهم مشاغبون ومخربون، فهل هناك محاولة تشويه ميدان العدالة في مصراتها؟ والله نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نحن نتمنى من إخوتنا أن يترفعوا عن مثل هذه التصرفات ومثل هذه الأقوال، لأنها لا تليق بهم. الذين يخرجون الآن هم الذين خرجوا يوم 17 و16 و18 و19 فبراير، هم الذين ضحوا بأبنائهم بإخوتهم بآبائهم. لا يليق نلاحظ أنهم يتصرفون كما كان يتصرف القدافي، أنهم يكيلون التهم لهؤلاء الناس. إذا كانت المطالب هي انتخابات شرعية، لا نعرف حتى يعني يخونني التعبير الحق في هذا الوقت، لأن ماذا تقول، ماذا ترد على من يعارض أن تكون هناك انتخابات؟ بل ويهولون الأمر. الانتخابات من الممكن أن تجرى وببساطة إذا كان ما قدرناش إحنا أن نقوم بانتخابات لمجالسنا المحلية، كيف سيقوم الليبيين بانتخاب مجالس مؤتمر الوطني؟ يجب أن نتعود على الانتخابات حتى ولو كانت مش 100% ديمقراطية. نحن نرضى ب50%، أي كانت النسبة هي أفضل من هذه المجالس المحلية التي جاءت بطريقة الأمر الواقع. فربما هم يحاولون التشويه لكن لن ينجحوا في هذا، لأن المعتصمون سواء كانوا في مدينة بنغازي أو في طرابلس أو في مصراتة مصممون على الاستمرار في الاعتصام حتى تحقيق انتخابات في كل المدن. شكرا. الاسم مختار محمد أبو عود. عم مختار، سبب وجودك في الاعتصام في ميدان العدالة في مصر؟ أنا سبب وجودي هو مناصرة هذه الشباب، شباب ثورة 17 فبراير واللي قاموا بهذه الثورة، وهم يطالبوا الآن بطلب شرعي وهي الانتخابات، انتخابات مجلس محلية. ولأن الانتخابات المجالس المحلية تبدأ مبنية على انتخابات وتبدأ مبنية على مؤهلات تخدم هذه المدينة، وبالتالي هي خدمة لليبيا ككل. يعني هذا سبب اعتصامنا، احنا نسبب ان نديروا نبوا نطالبوا بانتخابات شرعية، انتخابات طبيعية لتخرج المؤهلات اللي تخدم هذه المدينة وبالتالي تخدم مدينة، وبالتالي تخدم ليبيا كلها. هل وجودك يعني موجود فقط من اجل اعادة انتخاب المجالس المحلية على مستوى ليبيا؟ لا. وما هو رايك في اعتصامات تصحيح مسار الثورة؟ يعني الان في ميدان الجزائر وفي ميدان الشجرة يعني هذا سبب وجودي، يعني سبب وجودي هو المطالبة بمجالس محلية شرعية. لابد تكون هذه المجالس الشرعية منبثق على الناس اللي موجودة هنا، منبثق على المؤهلات العلمية، لابد يكون هذه الانتخابات.
وبالتالي نأيد كل تظاهرة وكل اعتصام في ليبيا. كل هذه الاعتصامات هي اللي بها تطلع نطالب بها الانتخابات وبالتالي بناء ليبيا. هذه الاعتصامات هي من أجل بناء ليبيا، من أجل بناء ليبيا الجديدة، ليبيا يعني ال 42 سنة. هذه المؤتمرات والانتخابات مع شبه نبو احنا انتخابات تكون مبنية على الموحلات وعلى الشريعة. الأستاذ خليفة الزواوي قال هل أتيت ببطاطين؟ هل جبت معك بطانيتك؟ خليفة الزواوي يعني نرد عليه نقول البطاطين هذه غطي بها الدولارات اللي أنت جبتها من دفي بها الدولارات مش ميطرنش. الدولارات اللي جبتها من قطر هن اللي يحتاجن لبطاطين مش ميطرنش منكم. لكن احنا هنا التدفئة نتاعنا هي لحمتنا وعقيدتنا في أن لابد البناء يتم. شكرا يا سيدي، بارك الله فيكم.